قبل دقائق على انطلاق جلسة مرتقبة لمجلس الأمن حول سد النهضة، أسف الاتحاد الأوروبي لإعلان إثيوبيا الملء الثاني دون الاتفاق مع مصر والسودان، معربا عن استعداده للعب دور أكثر نشاطا إذا كان مفيدا ومرغوبا فيه لدى جميع الأطراف في ملف سد النهضة الأثيوبي. البيان أضاف أن الاتحاد الأوروبي بصفته مراقبا ومستعد لمواصلة دعم محادثات سد النهضة التي يقودها الاتحاد الإفريقي. وإذا لتفاصيل أوفى بالتأكيد ينضم إلينا من نيويورك مراسل الحدث طلال الحاج. طلال أهلا بك. طلال، إذا نحن نتابع وننتظر هذه الجلسة المرتقبة حول سد النهضة، نريد أن نعرف كل الأجواء الآن حول ملف سد النهضة، هل مشروع تونسي سيمرر وهل ثمة توافق حول هذا المشروع؟ يؤسفني أن أقول أنه لا يوجد حتى الآن صورة واضحة بالنسبة للمشروع العربي وهو مصري سوداني قدمته نيابة عنهم تونس بوصفها العضو العربي في مجلس الأمن. حتى هذه اللحظة ليس هناك ما يؤكد أن مصر والسودان لديها 9 أصوات في مجلس الأمن لتمرير مثل هذا مشروع القرار، وأستطيع أن أؤكد لك أنهم لن يقدموه للتصويت اليوم في هذه الجلسة، وإن قدموه فسيكون خلال 10 أيام القادمة بعد إجراء التعديلات عليه وكسب تأييد 9 أصوات أو أكثر داخل مجلس الأمن. إذا تأكدت مصر والسودان أنهم لن يمكنهما الحصول على 9 أصوات فسيقوموا بسحب مثل هذا مشروع القرار من المجلس حتى لا يعطوا أثيوبيا نصرا داخل مجلس الأمن. وقد يتجه مجلس الأمن في واقع الأمر في هذه الجلسة حتى إلى إصدار بيان صحفي يناشد الأطراف الأفريقية الثلاث للتعاون فيما بينها والاتفاق سويا على صيغة توافقية ترضي الجميع. هذا طبعا من الصعب جدا، أثيوبيا موقفها متعنت، تمارس سياسة فرض الواقع وتقول أنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات ولكن بعد الملء الثاني للسد، وهذا طبعا ما تريده ما لا تريده مصر والسودان، لا يريدون تصرفات أحادية الجانب من قبل أثيوبيا التي تماطل وترفض الوسطات الأوروبية والأمريكية. هل تمت إلى آخره. نعم تفضل. هل تمت طلال أي توجهات أو أطراف قريبة من الطرح الأثيوبي في هذه المسألة؟ ونقصد أطراف دولية بالتأكيد في مجلس الأمن وفي نيويورك. داخل مجلس الأمن، نعم هناك دول طبعا داخل مجلس الأمن، واتضح لنا الآن أن دولتين أفريقيتين كينيا والنيجر يقفان ضد مشروع القرار المصري السوداني، والحجة هي أن الاتحاد الأفريقي هو الكفيل الوحيد بحل المشاكل الأفريقية العالقة بين الدول الأفريقية الشقيقة. ومعارضة هاتين الدولتين الأفريقيتين، طبعا هناك دولة أفريقية تونس وهي تقف إلى جانب مصر والسودان، ولكن معارضة كينيا والنيجر كانت بمثابة ذريعة لدول أخرى داخل المجلس رفضه، قد رفض من قبل الهند وفيتنام وفي الأرجح أيضا من قبل المكسيك وسان فينسنت والجرانادينز، وطبعا كل ذلك بالإضافة إلى روسيا والصين. الدول الأوروبية تؤيد الموقف المصري التونسي. شكرا، كنت معنا طلال الحاج مراسل الحدث. شكرا جزيلا لك، عذرني على المقاطعة، السلام عليكم.